بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه. وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اما بعد فقد تحدثنا في المجالس الماضيه من صفات الله عز وجل عن صفه الوحدانيه وذكرنا في جمله ذلك ما ينافي الوحدانيه وشبهات في بعض الامور يظن الناس انها يظن الناس انها تنافي الوحدانيه وليس الامر كذلك. وذكرنا من جمله هذه الامور التوسل بالانبياء والصالحين وانه سواء من قال بجوازه او بغير جوازه فالامر لا ينافي التوحيد وانما اختلفوا في بعض مسائل التوسل هل ثبت دليله او لم يثبت وهل هذا الدليل المعين يكفي لاثبات مشروعيه هذا النوع من التوسل او لا يكفي فالتوسل بطلب الدعاء من الانبياء والصالحين هذا جائز بلا خلاف بين العلماء وهو في حقيقته اذا نظرت اليه في ضمنه وجدت انه توسل بذواتهم ومكانتهم عند الله تعالى وهذا موضع اختلاف اعترض عليه ابن تيميه وجماعه من العلماء هذا كون الوسيله هي ذات العبد ومكانته من الله تعالى هذا موضع تنازع قلت ان المتامل في ادله التوسل بطلب الدعاء وهو توسل متفق عليه المتامل فيها يظهر له ان الوسيله في الحقيقه هي ذات النبي والولي ومكانته عند الله تعالى لماذا ما الفارق بين ان يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم او ان تدعو لنفسك الفارق بينهما هو صدور الدعاء من هذه الذات او من هذه الذات من صاحب هذه المكانه او من صاحب هذه المكانه فاذا كان الفارق بينهما هو هذا تعين انه لا بد ان تكون الوسيله هي ذاته ومكانته عند الله تعالى وهذا يظهر من كلام سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رواه الامام البخاري قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ربما ذكرت قول الشاعر والنبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب ربما ذكرت قول الشاعر وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا البيت من قصيدة كان أبو طالب مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. <applause> فسيدنا عبد الله بن عمر يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يستذكر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يستسقي أي يدعو أن يدعو الله تعالى ان ينزل السقيا على عباده بماء المطر يستسقى بوجهه كلمه الوجه ليس لها الا واحد من معنيين اما ان تكون بمعنى الوجاهه واما ان تكون بمعنى العضو المعروف وهو وجه الانسان ان قلت بهذا التفسير الاول يعني ان الوسيله هي مكانته وإن قلت الثاني فالوسيلة هي وجهه ووجهه جزء من ذاته، فهذا يعني أن ذات الرجل الصالح أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة. <applause> ثم أيضا التبرك من من الأمور التي اتفق على جوازها، لكن اختلفوا في بعض صور التبرك. التبرك بأن تأخذ مثلا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به لأجل الشفاء كما روت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشه حياتها فلما ماتت عائشه قبضتها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها لاحظ انه توسل وليس طلبا من الجبه ان تشفيك هذا لا يكون لان الجبه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل تتمسح بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها طلبا للشفاء ممن من الله تبارك وتعالى إذا هذا الثوب أصبح مجرد وسيلة هل هو وسيلة بذات النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلة بأثر ذات النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب إذا التوسل هنا أيضا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس من أهل عصرنا قالوا أن التبرك شيء آخر غير التوسل لا هو في ضمنه وحقيقته شيء واحد لماذا؟ أنت تتمسح بهذا الثوب طلبا للشفاء إذا هو واسطة ووسيلة بينك وبين الله تبارك وتعالى وهذا متواتر التبرك متواتر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مضمونه كما قلنا هو سؤال كأنك تقول يا رب أسألك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشافيني وكذلك حينما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرجل الصالح الدعاء كأنك تقول اللهم أجب دعائي لأجل هذا الإنسان أو لأجل هذا النبي لذلك هذا يؤكد صحه التوسل بان تقول اللهم اني اسالك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم او باي نبي من الانبياء او باي صالح من الصالحين هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نازع بعض المعاصرين في صحته ولكنه ثابت عند الائمه الحفاظ الكبار وقد نص على صحته جماعه من الائمه كالدار قطني والترمذي وهؤلاء آه لا اقول دار قطني آه الطبراني هذا الحديث هو يكشف لنا حقيقه التوسل الحديث يقول ان رجلا ضرير البصر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد شق علي العمى، يعني أصبحت فيه مشقة شديدة علي، وليس لي قائد يقودني، فادعو الله عز وجل أن يرد علي بصري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صبرت فهو خير لك. وفي رواية: إن شئت دعوت لك. وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال يا رسول الله بل ادع الله لي. يعني رغب في الدعاء أكثر من الأجر الذي يكون له إذا صبر على العمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأتِ الميضأة، الميضأة مكان الوضوء. فتوضأ ثم اركع ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه وهي رد بصري أتوسل أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترد علي بصري قال راوي الحديث وهو سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما طال بنا الحديث ولا تفرقنا حتى جاء الرجل وقد ابصر وكانه لم يكن به ضر قط. هذا الحديث واضح الدلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اراد ان يؤوله قال هذا التوسل بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل والا ما الفائده من هذا الدعاء بعد ان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل ها هنا هو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد هذا هو روايتان اخريان روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زياده وسندها صحيح وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ان علمه الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وان كانت حاجه فافعل مثل ذلك. فاذا الوسيله هي هذا الكلام، وليست الوسيله هنا هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الوسيله هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لقال له: وان كانت حاجه فاتي واطلب مني الدعاء مره اخرى. اما حينما قال له: وان كانت حاجه غي يعني غير هذه، فافعل مثل ذلك، يعني فصل فتوضا واركع ركعتين وقل اللهم اني اسالك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المعترضون على هذه الرواية قالوا هذه ضعيفة علما بأنها ليست ضعيفة صححها الحفاظ قالوا لماذا ضعيفة؟ قال لأنها عارضت الرواية الأولى ما عارضت الرواية الأولى هذه توافقها لكن عارضت تأويلهم لهذه الرواية بعد ما أول الرواية الأولى التي فيها اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أولوها بمعنى اللهم إني أسألك بدعاء نبيك. بعد ما أول هذا التأويل صار تعارض بينها وبين الرواية الأخرى. إذا لم تؤول بقيت على حالها لا تعارض. هنا يكون الوسيلة طلب الدعاء، هنا يكون الوسيلة اللهم إني أسألك بنبيك محمد وهنا نفس الشيء. فالمعارضة بين الروايه هذه وبين تاويلهم فنرد الروايه الا نرد التاويل ينبغي ان يرد التاويل الذي عارض الروايه ولا ان ترد الروايه التي عارضت هذا التاويل ما عارضت اصل الحديث عارضت هذا التاويل اذا فالتاويل باطل الأمر الآخر الذي يؤكد أن هذا الحديث كما هو وعلى ظاهره وبدون حاجة إلى تأويل أن سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه الذي يروي هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أفتى بما يوافقها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاه ابي بكر، ووفاه عمر، في ايام خلافه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء رجل الى عثمان بن حنيف، الذي يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ان لي حاجه الى عثمان بن عفان، يعني الخليفه رضي الله تعالى عنه، و قد اتيته مرارا فلم يرد علي ولم يكلمني يعني ما التفت الى حاجتي فقال لو كلمته انت لعله يقضي لي حاجتي قال نعم ولكن ادلك على شيء اخر ادع توضا واركع ركعتين وقل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه ليقضيها لي، اللهم فشفعه في. ادعو بهذا الدعاء وانا اكلم عثمان. فجاء الرجل بعد ايام قليله الى عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه. وقال له جزاك الله خيرا لانك كلمت عثمان فقضى لي حاجتي وانا كان قبل ذلك لا يلتفت الي قال اني ما كلمت عثمان ولكن هذا الدعاء الذي علمتك اياه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير البصر فقال يا رسول الله انه قد شق علي العمى فادعو الله ان يشفيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت فهو خير لك قال يا رسول الله بل ادعو لي فعلمه هذا الدعاء فعاد الرجل وقد ابصر. فتوى الصحابي ها هنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، إذا هذا حينما يقول اللهم إني أسألك بنبيك محمد هل هو بمعنى أسألك بدعاء نبيك؟ لا، لأنه ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الأول دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فالتأويل يعني ممكن أن تدعي هذه الدعاء، لكن هذا الرجل هنا. ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد ان عثمان بن حنيف الذي شهد القصه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم منها ان الوسيله هي قوله اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فتوى الصحابي تؤكد ان هذا الحديث معناه على ظاهره وان هذا التاويل باطل. قالوا هذه هذا الفعل من الصحابي رواية هذا الفعل عن الصحابي رواية شاذة لأنها عارضت الحديث الأول، لأ ما عارضت الحديث، عارضت تأويلهم للحديث، فتأويلهم هو الباطل وليس وليست هذه الرواية عن الصحابي هي الباطلة. فقالوا أرادوا أن يتعللوا بعلة أخرى، قالوا لو كان عثمان لا يقضي له حاجته فذلك يعني ان عثمان ظالم وهو قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه من الخلفاء الراشدين. هذه كما نقول يعني تشويش على الروايه وليس له حقيقه، لماذا؟ لان عثمان رضي الله تعالى عنه في نفس هذه الروايه حينما قضى حاجة الرجل قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. اذا سيدنا عثمان ما كان ظالما ولكن كان ناسيا والنسيان يجوز على البشر حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام يجوز عليهم النسيان الا في التبليغ، يعني اذا كلف الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبلغ الناس حاجه فلا يمكن ان ينسى، لكن اذا بلغهم اياها ثم بعد ذلك نسي ان يفعل، بعد البلاغ يمكن ان ينسى، لكن في قضيه البلاغ النبي معصوم حتى من النسيان، معصوم ان ينسى تبليغ ما امره الله عز وجل به. اذا هذه التعللات كلها لا تفيدهم شيئا، الحديث من اوله الى اخره، كل جزء من اجزاء هذا الحديث يدل على ان هذا التوسل مشروع. على كل حال الامام احمد بن حنبل كان يفتي بجواز التوسل. علم رجلا يريد زياره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعد الزياره: ثم توسل الى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم تقضى حاجتك، تقضى حاجتك. اذا هذا امام من ائمه الاسلام الكبار المعروفين بالتقوى والورع والمباعدة والابتعاد عن البدع، يفتي بهذا فاذا افترضنا ان انت لك راي اخر يا اخي يعني تمنعني انا من ان اخذ بقول الامام احمد بن حنبل وتقول عني انني مبتدع لو افترضنا ان هذه المساله خلافيه الامور التي يختلف فيها الائمه الكبار الائمه الثقات هذه لا يصح ان تقول لهذا الطرف مبتدع او لذاك الطرف مبتدع الامام احمد افتى بهذا وهو امام موثوق من اهل الورع والمباعده عن البدع بل كان الامام احمد بن حنبل اشهر الائمه كلهم في محاربه البدع ثم تأتي فتقول عن قول من أقواله وفتوى من فتواه إنها بدعة لا البدعة قولك إن هذا بدعة وأنت تعلم أن هناك إماما من أئمة المسلمين الكبار أفتى بجواز هذا العمل مع ذلك نقول ليس الخلاف في أن التوسل بهذه الطريقة ينافي التوحيد لأنه التوسل كله من أساسه كتوسل مشروع، بعد إذا اختلفنا في صورة من الصور التوسل مشروع إذا فلا ينافي التوحيد. هذا النوع من التوسل إن صح قولك أو لم يصح، صح قولي أو لم يصح لا ينافي التوحيد، لأن مضمون التوسل هو أنك تقول تضع واسطة بينك وبين الله تعالى في قضاء حاجتك. إن كانت هذه الواسطة من تلقاء نفسك لا نقول لك أنت أشركت بالله ولكن نقول لك إنك أخطأت وأثبت في دين الله شيئا ليس منه أما أن نقول لك إنك جعلت لله شريكا أنت حينما تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جعلته شريكا لله لا وإنما قلت جعلته واسطة الواسطه اذا ثبتت بالدليل الشرعي كانت صحيحه واذا لم تثبت بالدليل الشرعي كانت غير صحيحه وهنا حينما يختلف الناس ويقول امام من الائمه الثقات ان هذا مشروع انتهى الكلام ما في لا داعي هناك لان تقول هذا بدعه التبديعها هنا عدوان على علماء الاسلام عدوان على الائمه الذين قالوا بان هذا مشروع قالوا يعني احنا لا نقول مبتدع نقول اخطا اخطا او لم يخطئ اخطا في نظرك اذا انت نظرك هو الميزان لائمه الاسلام اخطا في نظرك ان تعتبر هذا الامر خطا اما ان تقول للاخرين الذين اتبعوا هذا الامام ان هذا الامام اخطا وعملكم بدعه لماذا؟ لماذا لا تكون انت المخطئ ولماذا لا تكون البدعه في عملك انت؟ لا في عمل الذين اتبعوا امام اهل السنه في زمانه الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه هذه من الاشياء التي تفتعل للتفريق بين المسلمين والتضليل بغير حق والتبديع بغير حق هذا كله لا يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المجتهدين من اصاب منهم فله اجران ومن اخطا فله اجر فاذا افترضنا ان الامام احمد اخطا فله اجر هل يعطي الله اجرا على البدعه لو كان هذا العمل بدعه ما اعطى الله عز وجل عليه اجرا اذن المسائل التي يختلف فيها الائمه الثقات لا يجوز أن تقول لهذا الطرف أخطأت ولا لهذا الطرف، قل له أنا في نظري أخطأت، طيب نظري ليس ميزانا لخلق الله، العبرة بما عند الله ولا أنت تعلم حقيقة الأمر عند الله ولا أنا أعلم حقيقة الأمر عند الله، فلا أنا يحق لي أن أحكم عليك بالبدعة ولا أنت يحق لك أن تحكم علي بالبدعة. هذا التوسل كما قلنا لا ينافي التوحيد وربنا عز وجل الذي شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الانواع من التوسل لماذا شرعه ربنا سبحانه وتعالى غني عن الوسائل لكن انت ايها المخلوق ابتعدت عن الله وقصرت في معامله الله فاصبحت بعيدا المسافه بينك وبين الله ليست بالخطوات ولا بالاقدام المسافه بينك وبين الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح كلما اكثرت من العمل الصالح اصبحت مقربا الى الله تعالى وكلما اقللت او فعلت المعاصي والمنكرات فانت ابتعدت عن الله فاحتجت الى الوسيله لبعدك عن الله تعالى ثم حتى لو افترضنا انك من اصلح الصالحين لا مانع من ان تتوسل بمن هو اصلح منك واقرب الى الله عز وجل منك، وكذلك كان الصحابه توسلوا عند انقطاع المطر بسيدنا العباس، الصحابه كلهم صالحون بشهاده الله عز وجل لهم في القران الكريم قال ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا ثناء الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني عليهم في كتابه القرآن الكريم فقط بل قال ذلك مثلهم في التوراه. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ذلك مثلهم في التوراه. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزر اخرج شطأه الشجره تخرج حولها يخرج حولها يعني نبتات صغيره منها هذه النبتات الصغيره تكون قوه لها. أمام الريح تحفظها من الريح ربنا مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة والصحابة بالشط يعني النبتات الصغيرة التي حولها التي تقويها أخرج شطه فآزره يعني عاونه ساعده فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أثنى عليهم, عليهم الله تعالى في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل إذا هذا كل هؤلاء كلهم صالحون وهم كانوا يتوسل بعضهم ببعض لماذا؟ لماذا يتوسلون بالعباس رضي الله تعالى عنه ليس إلا لأنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح سيدنا عمر قال اللهم إنا كنا إذا احتبس عنا المطر نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان بعضهم يتوسل ببعض. سيدنا يعقوب عليه السلام تبرك بأثر ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. وكلاهما من أنبياء الله العظماء. التبرك كما قلنا في حقيقته توسل حينما تتمسح بهذا الاثر رجاء الشفاء كانك تقول اللهم لاجل صاحب هذا الاثر شافني فالانبياء يتوسل بعضهم ببعض مع ان الكل من اعظم المقربين عند الله تبارك وتعالى لماذا كل هذا لنتقرب من الله عز وجل بمجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين كما ذكرنا في المجلس الماضي من أعظم ما ينفع العبد ويزيده إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور لا يقول عن الصاحب فقط، وإنما يقول الجليس، يعني الذي جلس معك مرة واحدة اسمه جليس. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح. والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني أنت تنتفع بمجالسته على كل حال كذلك الرجل الصالح تنتفع بمجالسته على كل حال ربنا عز وجل جعل الصالحين وسيله نتوسل بها اليه لماذا لنكون معهم فنستفيد من صحبتهم ونعرف مكانتهم عند الله انها كانت بسبب صلاحهم فنقتدي بافعالهم فنكون نحن من الصالحين ايضا وكذلك الحديث الاخر يكشف لنا عن اثر مجالسه الصالحين ولو كانت الجلسه بغير نيه مسبقه، يعني انت ما جئت لتجالس الصالحين ولكنك وجدتهم جالسين فجلست معهم في هذا فائده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه سياحين في الارض سوى الحفظه. يعني نحن نعرف ان الملائكه الموجودين في الارض هم الذين يكتبون اعمالا، لا النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد هناك انواع من جملتها ان لله ملائكه سياحين في الارض سوى الحفظ يتتبعون مجالس الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، يعني ينادي بعضهم بعضا، ان هلموا الى حاجتكم. قال صلى الله عليه وسلم فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا يعني ملك فوق ملك حتى يصل الى السماء الدنيا فيسالهم ربهم عز وجل وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا انظر ماذا يفعلون في مجالس الذكر يا ربنا تركناهم وهم يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون ويستغفرون ويسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول ملك من الملائكة: ربنا فيهم فلان عبد خطّاء ليس منهم انما جاء لحاجه الله شوف ثلاث صفات تبعده عنه فيهم فلان عبد خطاء اول شيء انه من اهل الذنوب وليس من اهل الطاعه ليس منهم اي لم يذكر الله عز وجل معه ولا حتى جاء في النيه للمجالسه انما جاء لحاجه له يعني ربما كان بينه وبين رجل في المسجد موعد فجاء ينتظر في هذا المكان او كانت له مثلا يريد ان يقضي حاجه مثلا بعد العصر والوقت ما زال ظهر فيه حر برد دخل الى المسجد ليتبرد يعني ليس قادما من اجل الذكر هو عبد خطاء ليس منهم انما جاء لحاجه له فجلس بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى وله قد غفرت وله قد غفرت هذه العباره فيها تاكيدات ما قال غفرت له وانما قال و يعني ما تتوهم انه يعني مرمي هكذا ضممته اليهم وله قد غفرت وكلمه له قدم له قد غفرت ما قال غفرت له لهذا ايضا فيه تاكيدات وله قد غفرت لماذا قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني بسببهم لا يشقى جليسهم هذه مجالسه الصالحين في عمل واحد من اعمالهم الصالحه وهو ذكر الله تبارك وتعالى فكيف بمن تستمر مجالسته لهم هذا لا شك انه يكون في وقت من الاوقات من الصالحين لانه يهتدي بهديهم لانه ينتفع بما يعملون ويعمل بعملهم فيكون هو من الصالحين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابا ما معنى كلمه الصاحب؟ الذي يصحبك ويكون معك نالوا هذه الفضيله العظيمه بمصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمجرد الايمان به كل امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امنت به ولكن هؤلاء الاصحاب رضوان الله عليهم كانت لهم ميزه في مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: افضل الصحابه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. لماذا؟ لقدم صحبتهم وطول مجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. افضل الصحابه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. ثم من؟ ثم الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر ثم من ثم الذين حضروا معه غزوه احد ثم من ثم الذين حضروا معه غزوه بيعه الرضوان ثم من ثم الذين اسلموا قبل الفتح ثم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من اسلم قبل الفتح ومن اسلم بعده، قال ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى كما قال العلماء هي الجنه، الجميع بشرهم الله عز وجل في هذه الايه بالجنه. يقول لك الناس نحن نسمع ان المبشرين بالجنه عشره فقط لا العشره المبشرون في الجنة بالجنه هم افضل الصحابه لا شك ولكن هؤلاء العشره ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد قال النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة واحدة اما الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم كثيرون وهذه الاية بشرت كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانهم من اهل الجنة قلنا لماذا محمد رسول الله والذين معه مجالسوه، مصاحبوه، المقتدون به، المنتفعون بمجالسته صلى الله عليه وسلم، فهذا اثر اثر الصحبه صحبه الصالحين. ربنا عز وجل اذن لنا في ان يكون الصالحون وسائط بيننا وبينه ووسيله نتوسل بها اليه لماذا لنكثر مجالستهم لنحبهم محبه الصالح تقربك من الله تعالى لانك في الحقيقه ما احببته لشخصه وانما احببته لانه رجل صالح اذا انت تحبه لله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله هذا من أعظم أعمال الإيمان التي تقربك من الله تعالى محبة الصالحين. المحبة في الله والبغض في الله تبغض رجلا فاسقا لفسقه، تبغض فاسدا لفساده. كيف تعرف أنك أبغضته لعداوة بينك وبينه أو لأجل فساده؟ وكيف تعرف أن الصالح أحببته لصلاحه ما أحببته لانتفاعك منه؟ إذا زال الانتفاع وبقي على صلاحه صالح رجل صالح كان يحسن اليك فاحببته هل احببته لله ام احببته لاحسانه اليك؟ يظهر هذا حينما ينقطع احسانه عنك اذا بقي على صلاحه فمحبتك له مستمره اذا انت احببته لصلاحه وكذلك الذي ابغضته لمعصيته هل ابغضته لله ام ابغضته لشيء في نفسك عليه؟ ان كنت ابغضته لشيء في نفسك عليه فانه وان رجع عن معصيته انت لا ترجع عن بغضه. اما اذا كنت ابغضته لله فانه اذا رجع عن معصيته تذهب منك هذه البغضه التي في قلبك ويصبح هذا الانسان محببا اليك لانه اطاع الله تبارك وتعالى. اذا مجالسه الصالحين التوسل بالصالحين ليس منافيا للتوحيد بل هو قربه من القربات التي تقربك الى الله تبارك وتعالى ولانه شرعه الله عز وجل ومن المستحيل ان يشرع الله عز وجل لنا ما يبعدنا عنه بل دائما يشرع لنا ما يقربنا منه تبارك وتعالى نسال الله سبحانه ان يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجتنا فيقضيها لنا اللهم فشفعه فينا وشفعه في أمتي كلها يا أرحم الراحمين وارفع به عنا البلاء يا أرحم الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا وارحم بفضلك المسلمين كافه عامه احياء وامواتا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين